طيب هنعمل برضو زي ما عملنا قبل كده في اللابلاس ترانسفورميشن، هنعتمد على الكيرف بتاع الفوريه ترانسفورميشن بيرز، ونحاول لما يجي عندنا اكزامبل اوكي او يجي عندنا مساله او عندنا فانكشن عايزين نحسب لها الفوريه ترانسفورميشن، هنستعين بالتيبل دوت اللي هو عباره عن مجموعه الترانسفورميشنز بتاعت كومنلي يوزد فانكشنز، ونجيب منها الفوريه ترانسفورميشن من الايه من التيبل مباشره. الحقيقه في الفوريه ترانسفورميشن في ميزه لطيفه جدا ما كانتش موجوده في اللابلاس، ان احنا عندنا نقدر لو احنا عندنا فانكشن شكلها عامل كده نقدر نجيب الفوريه ترانسفورميشن على طول مباشره، ولو في عندنا فانكشن شكلها عامل كده نقدر نجيب العكس برضو، يعني نقدر نستعمل التيبل ده رايح وراجع. هنشوف الكلام ده، دي حاجه اسمها الديواليتي، اوكي هنتكلم عنها دلوقتي في البروبرتيز بتاعت الفوريه ترانسفورميشن. في كل الاحوال احنا طريقتنا عشان نحسب الفوريه ترانسفورميشن مش هنعتمد خالص على ان احنا نستعمل الاكسبريشن الماثيماتيك اكسبريشن بتاع الفوريه، لان براكتيكالي ما يعني بيبقى فعلا صعب ان في حالات كتيره ان احنا نستعمله. هنعتمد على ان احنا عندنا تيبل وعندنا properties، اوكي هناخد اي function جايالي علشان احسب لها الفوريه ترانسفورميشن واشوف هي انهي واحده من الفانكشنز الموجوده عندي في التيبل، واستعمل البروبرتيز بتاعتي علشان احولها للفانكشن دي او لمجموعه من الفانكشنز الموجوده عندي علشان احسب لها الفوريه ترانسفورم.